طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نريد نبدي موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، واللي جاء بعنوان فصائل مسلحة تبتز أهالي نينوى ومطالبات بتدخل الحكومة. جاء في التقرير بأنه أخيرا تجددت الشكاوى من عمليات ابتزاز ومضايقات يتعرض لها سكان محليون وسائقو الشاحنات داخل حواجز التفتيش التابعة لفصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي في محافظة نينوى شمالي العراق. طبعا عضو البرلمان عن محافظة نينوى أحمد الجبوري وجه رسالة اليوم إلى وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي للتدخل من أجل وقف عمليات الابتزاز. شدد في تغريدة عبر موقع تويتر على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفساد في نقاط التفتيش بالمحافظة، وتابع نطالبكم بإسناد مهمة السيطرات نقاط التفتيش لجهة واحدة وهي مديرية شؤون السيطرات التابعة لوزارة الداخلية، وربط السيطرات بمنظومة كاميرات مراقبة من أجل الحد من ظاهرة الابتزاز لعجلات الحمل في السيطرات. طبعا معروف أنه موضوع السيطرات في العراق ليس بجديد، يعني نتذكر كنا سيطرة الصفرة وغيرها من السيطرات اللي كانت تعتبر مورد كبير للضباط والمنتسبين في ذلك الوقت وحاليا كذلك. يعني ما يكتفي الضابط براتبه، بل لازم تجي حصة يومية من هذه السيطرات. وكذلك بالنسبة إلى الحشد الشعبي، يعني نينوى تعاني من هذا الموضوع، واليوم يعني تجددت على لسان نائب عن محافظة نينوى في البرلمان وهو النائب أحمد الجبوري. طبعا كتب هو على تويتر وقال السيد وزيري الدفاع والداخلية المحترمين لتحديد المسؤولية ومحاسبة الفاسدين في السيطرات ضمن محافظة نينوى، نطالبكم بإسناد مهمة السيطرات لجهة واحدة وهي مديرية شؤون السيطرات التابعة لوزارة الداخلية، وربط السيطرات بمنظومة كاميرات مراقبة لإيقاف ظاهرة الابتزاز لعجلات الحمل في السيطرات. طبعا مصادر محلية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى أوضحت بأن شكاوى عدة تصل إلى مسؤولين محليين ونواب بشأن مضايقات يتعرض لها مواطنون يمرون عبر حواجز ميليشيات تابعة للحشد الشعبي، طبعا ضمن ميليشيات مدعومة من إيران كما جاء في تقرير صحيفة العربي الجديد في مناطق سهل نينوى وجنوب الموصل وغربه، فضلا عن سائقي الشاحنات القادمين من دهوك أو بغداد، حيث يتم فرض أتاوات عليهم لقاء تمريرهم بسرعة، ومن لا يدفع منهم يتم تأخيره ساعات طويلة. طبعا وفقا لمسؤول في ديوان، نقلت صحيفة العربية الجديد في تقريرها عن مسؤول في ديوان محافظة نينوى قال بأن غالبية عمليات الابتزاز تجري على طرق خارجية وتعتبر مناطق سهل نينوى وطريق الموصل القديم الأكثر عيشا لهذه الظاهرة. طبعا توجه اتهامات لميليشيا حشد الشبك وبابليون وميليشيات أخرى تنتشر معها بمضايقة السكان وابتزاز الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإنشائية لقاء تمريرها. أشار إلى وجود تذمر من قبل الأهالي ومن قبل سائقي الشاحنات من خضوعهم للابتزاز المتكرر في نقاط التفتيش في هذا الظرف الصعب الذي تعاني فيه البلاد من أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين. طبعا جاء في التقرير بأن الفوضى الأمنية في محافظة نينوى لا تقتصر على عمليات الابتزاز، حيث شهدت مناطق بالمحافظة عمليات اعتقال خلال اليومين الماضيين على يد ميليشيات بحسب ما أكده
مدير المركز العراقي لتوثيق الجرائم عمر الفرحان لوسائل إعلام محلية قائلا بأن مديرية استخبارات الحشد الشعبي قامت باعتقال 30 مدنيا جنوبي نينوى. لفت إلى أن الاعتقالات جرت كما قال بشكل تعسفي، وبين بأن العملية نفذها ما يعرف بلواء 30 حشد الشبك التابع للنائب حنين القدو وشقيقه وعد القدو بحسب قوله. طبعا يشار إلى أن ميليشيا الشبك هي ميليشيا تتبع لأقلية الشبكية، إحدى مكونات محافظة نينوى الإثنية، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، وقد أدرج زعيمها وعد القدو الذي يتولى أمور الميليشيا مع عدد من أشقائه وأبناء عمه العام الماضي على لائحة العقوبات الأمريكية التي صدرت في ذلك الوقت. طبعا يوم أمس الحشد قال في بيان بأن قوة تابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اعتقلت 17 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش في عملية استباقية كما قالت في المحافظة العام الماضي. تجر الإشارة بأنه هناك منظمات أجنبية اضطرت وهي كانت تعمل في نينوى إلى المغادرة أو تخفيض نشاطها إلى أدنى مستوى في مناطق سهل نينوى بسبب مضايقات وتدخل في عملها من قبل ميليشيا الشبك. معنا اتصال أحمد من الموصل، تفضل أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حيك أستاذ، حي قناتكم الغراء. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ، تعقيبا على برنامجكم اليوم. نعم. يعني قبل ما أتصل بكم هناك يعني إذاعة محلية كان من مستضيفين النائب ثابت العباسي. نعم. فمن ضمنها يتكلمون على الفساد الجاري بمدينة الموصل. نعم. أستاذ، بحيث أنه الغابات الموجودة في مدينة الموصل، أكيد العراقيين كلهم يعرفون الغابات مدينة الموصل. نعم. كان أكو مخطط قبل كسرة عيد الفطر. نعم. الكل سمعوا بها أنه تم حرق جزء كبير من الغابات. نعم. والغرض الاستيلاء على هذه الأراضي. نعم. لتحويلها إلى قازينوات أو قاعات أعراف. نعم. من الجهات اللي يعني انظر إلى حجم الفساد إلى أين وصل. نعم أستاذ. من هذه الجهات اللي استولت على منطقة الغابات؟ أستاذ بدون ذكر أسماء، القاصي. نعم. والداني. نعم. القاصي والداني يعلم بأن هناك جهات بعد تحرير الموصل مسيطرة ولها نفوذ، لها نفوذ على مدينة الموصل. نعم. نعم. زين، بالنسبة للتقرير اللي ذكرناه، يعني عمليات ابتزاز وأخذ رشاوى وأتاوات من قبل هذه الميليشيات يأخذوها من سائقي الشاحنات أو من الأهالي، يعني صاحب الشاحنة ما يفوت أو ما يطلع إذا ما يدفع، تدفع تفوت، ما تدفع ما تفوت. أستاذي العزيز، هذا الشيء ليس بالجديد. نعم. إنما قبل فترة، يعني قبل تقريبا 15 يوم أو أكثر. نعم. صرح محافظ ديالى اللي هو مثنى التميمي. نعم. في يعني هو محافظ على مستوى محافظ في التلفزيون أثناء يعني في الإعلام. نعم. في الإعلام الرسمي ذكر بأن هذه الحالات موجودة في العراق، يعني لا تخفى على أحد هذا. نعم. عراق ما الوضع الحالي اللي هو المتأقلمين عليه الناس، يعني أصبحت ليس بالجديد اللي يذكر. مع الأسف. لا، هو ليس بالجديد، وإحنا مثل ما يعني ذكرنا هذا الموضوع، بس الموضوع يعني اليوم رجع أكثر مثل ما ذكر. يعني النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري ناشد اليوم وزير الداخلية والدفاع بالتدخل لإيقاف هذه العمليات، عمليات الابتزاز. نعم. نعم. ما يعني أستاذ معقول يسوون حل؟ لا شو يعني أنت تلكيت أن كنت تعرف تلك مشكلة، وأنت لا تدري فتلك المشكلة أعظم كما يقول الشاعر. نعم. ما يحضرني البيت الآن. نعم. فتلك مصيبة، أو إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت. نعم. تدري فالمصيبة أعظم. هذا عراق. نعم. عراق 2020. مع الأسف. وضعكم بالموصل شلون أخ أحمد؟ والله أستاذ هذا الوضع من تقريبا من الشهر الثاني، من
تفشي كورونا وهاي الاشياء اللي حدثت منع التجوال، الوضع يعني مخفي مخفي ثابت يعني مخفي عن الناس، لان الناس تعرف ما حد ما يقدر يطلع، كل من ملتهي ببيته. نعم هذا الوضع، الوباء خطير، الناس اللي تحافظ على حياتها. نعم ما نعم ظاهر للعيان، الغيوم تسود لو هذه الايام. نعم أنا أشكرك أخي أحمد من الموصل كان معنا. طبعا كذلك الموضوع أن موضوع آخر هو مرتبط بموضوع معاناة المحافظات العراقية وخاصة المستعادة من أيدي تنظيم داعش. يوم هناك حديث يعني كالحديث اللي صار في عهد عادل عبد المهدي وفي عهد حيدر العبادي وتعهدهم بإعادة النازحين. اليوم اللي طرح بأنه هناك يعني على أساس مبادرة أو يعتزم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بدعم من البرلمان وبعثة الأمم المتحدة وأطراف سياسية الدخول في مفاوضات كما يعني جاء في ونقلتها مصادر صحفية، تقول مفاوضات غير سهلة مع أطراف سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران. يعني هو الواقع يقول هكذا بالفعل، ولكن يعني عندما يأتي هذا التعبير وهذا الواقع المؤلم اللي النازح يعاني منه، كأنه رئيس الحكومة ده يتفاوض مع دولة لإعادة النازحين وليس مع ميليشيا أو فصائل من المفترض بحسب القانون اللي سنوه هي تابعة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الحكومة. معنا اتصال أبو محمد. نعم، أبو محمد من الموصل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. هل شلونك أستاذ عمر أخويا؟ حياك الله، يا أهلا بك. بك المليء. أستاذ عمر، احنا الموضوع اليوم بالنسبة للأسعار في مدينة الموصل. نعم. الأسعار في مدينة الموصل يعني احنا صادفنا شراء الروح لبى الجملة، إذا نسوق مثلا للمحال أو يسوق للبيت، زين فنسأل ونقول يابا هاي اشقد، هاي السعر اشقد، فاكو فرق يعني. صعد يعني قسم من الاسعار صاعده شويه، فنسال نقول ليش هذه؟ يقول يا اخي والله بس سيطرات ياخذون من عندنا شلون نقول الحدوديه، المناطق الحدوديه. نعم. زين فزي يقول يصعدون السعر، ياخذون من عندنا ورقتين ثلاث ورقات. زين فهذه وين نضيفها؟ احنا هاي تنضاف على المواطن، يعني الكروه راح تنضاف فوق السعر على المبلغ، فيصعد السعر على المواطن. نعم. زين احنا نطالب الحكومه ان يتخذون اجراءات في هذا الموضوع. زين المواطن هو مسحوب، المواطن هو منتهي، هاي من يعني نهايه الشهر الثاني لحد الان، من نص الثاني لحد الان كلها قاضينها من احتجوال. زين شغل ماكو، رواتب بس بالراتب، وذاك الراتب ذاك من ذاك اللي عايش به. نعم. والعامل والسائق التاكسي والهذا مسحوق هذا. نعم. زين بالنسبه للاتاوات اللي ياخذوها، عمليات الابتزاز والاتاوات اللي ياخذوها بالسيطرات. اي نعم، هاي يعني هي هذه من ياخذوها من عندهم بالسيطرات. نعم. من ياخذ الورقتين وثلاثه من ابو السياره، ابو السياره التاجر راح يضيفها وين؟ يضيفها على يضيفها فوق حقها. فشو يسوي؟ راح يصعد على المواطن المبلغ. زين فهذا من ينضاف للمن بدها تطلع منظر على المواطن، ما جاي تطلع منظر على التاجر ولا منظر على الحكومه. زين فاحنا نطالب الحكومه ان يتخذون اجراءات بهذا الموضوع. زين لان الشعب هسه الشعب العراقي اخي ابو عمر، الشعب العراقي الاغلبيه ما يقارب فوق 60% مسحوقه. نعم. يعني باقي هذا اللي قاضيها ابو البسطيه، وهذا الاخ اللي قاضيها عربانه حمال، والاخ
وين وشغل ماكو يعني منع تجوال وقاعدين ببيوتنا. زين. نعم. فاحنا برايك هل باستطاعت الحكومه، يعني الموضوع مو جديد، الموضوع مو جديد، هل باستطاعتها ان تمنع هذا الشيء؟ لا والله استاذ عمر ما باستطاعتها. تعرف ليش؟ ليش؟ لان الحرامي ماكو حرامي يقدر يوقف حرامي. لان كلهم حراميه. زين؟ نعم. فالحرامي ما يقدر يوقف حرامي. بس النزيه يقدر يوقف الحرامي. نعم. أني أشكرك يعني. أبو محمد من الموصل كان معنا. محمد من السماوة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة تحية الله. لك وتحية للرافدين. حياك الله يا أهلا بك. أخي ساد عمر، قولوا إلى مصطفى الكاظمي اذهب إلى البرلمان واتكي على دستور الغزاة، بل اطلبوا منه أن يحل البرلمان ويوقف العمل بدستور الفتنة ويؤسس السجون بالحرامية والخائنين حتى تتعفن أجسادهم الوسخة وأرواحهم الشاذة. لقد خرج أبناء الشعب العراقي إلى الشارع ليعري زمر الظلم والفساد التي قتلت في نفس الأمل في أن يعيش حياة كريمة، فانتفض في 11/2019 ليكافح الفساد وسراق المال العام وليتحدى الاستبداد وكبت الحريات. تنهال على أبناء أشياء عراق الطعنات، وصرنا لا نخاف من داعش أم من حكومتنا الفاشلة. في كل يوم يخسر أمام الحرب الفقير، كل يوم يزداد عارهم أمام أبناء العراق. أسماء الشهداء تحفر بالذهب في التاريخ، وأسماء السياسيين الجبناء تلطخت بالعار، وبئس المصير. نعم أبكي على أبنائك يا عراق، فهم مغدورين، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم. ولكن تغيرت الأسماء، تارة قاتلنا داعش وتارة قاتلنا مجهول، وتارة الكل يصمت وكأنهم يحذرون لا تفكرون مرة أخرى الخضراء الدخول. وقع العراق بالزمرة من الفاسدين، وظل أبنائك يا عراق يسأل عن أي ذنب يقتلون. وشكرا لك يا أخي العزيز. شكرا محمد من السماوة كان معنا. أرجو من الأخوة دائما نكرر هذا الموضوع، لا ترسل يا أخي العزيز يا أخت العزيزة مقاطع فيديو أو لينكات، دزلي رسالة من سطرين ثلاثة حتى أقدر أقرأها، عبر لي عن رأيك أرجوك أرجوك أرجوك. معنا اتصال من بغداد. أبو محمد، أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله أستاذ عمر هاي مو جديدة هاي. نعم. هي من 2003 من 2003 يعني. نعم. الأمريكان جابوا لنا الديمقراطية وشكو حرامي جابوها. هاي من 2003 السيطرات تبوك، والبرلمان يبوك، والوزراء تبوك، والميليشيات تبوك، ما خلى كل شيء بالشعب العراقي. كنسو كنس بلد قعدوا على الحديد. هاي من زمان هاي مو اليوم، بس هي يوم عن يوم تزود، لأن كل هاي عصابات وكلها ميليشيات، فماكو واحد يعني شريف. والشريف والله اكو شرفاء دخلوا وياهم، اكو شرفاء دخلوا وياهم، بس اللي من هتوا الحقيقة حطوه بالسجون، لو قتلوه ودفنوه بالمقبرة. اكو واحد شرفاء يعني دخلوا وياهم وحكوا الحقيقة، بس راحوا سياسة، واللي بالسجن لحد الآن ما حد يدري بيه، واللي دفنوه بالمقبرة. فهذولا ما يقبلون واحد وياهم شريف، يدون واحد وياهم تبوق يقول له انت اوكي، هذا يرجونه. اما واحد يقولهم لا تبوق، راسنا يطقونه. يعني هاي معروفه هاي. نعم. اي مو جديده. من 2003 ولحد الان كله بوق ونهد. شنو هسه بالبلد بالشعب العراقي شنو؟ ماكو لا زراعه ولا صناعه، كل شيء ماكو. كانوا معتمدين على النفطات. نعم.
هو يعني هاي المليارات مليارات وتهريب نفط وغيرها وغيرها واستغلال أجواء العراق، يعني مثلا فلوس المنافذ 10 مليارات، 9 تروح بيد الأحزاب ومليار على أساس يروح لخزينة الدولة، يعني كل هاي المليارات ما كفتهم، ما قدرت الحكومة تضبط ولو شيء من هذا الابتزاز وهاي الرشاوة اللي موجودة بالسيطرات واللي موجودة بالدوائر. استاذ ماكو حكومة الله يخليك. نعم. والله حرام واحد يقول لك حكومة بالعراق، ماكو، حرام واحد يقول حكومة بالعراق، حرام، ماكو حكومة عمي والله ماكو. كل من سمرته وكل من أصابته ومافيات يا أبو يا أستاذ عمر، والله مافيات. لو أكو حكومة وأكو رئيس وزراء، يعني هسه وزير الداخلية هذا يطلع على الشرقية قبل شوية يقول أنا مو بيدي الملف الأمني، لا عن شنو أنت وزير الداخلية؟ على إيش قاعد؟ أدري أنت عن إيش قاعد على الكرسي؟ اطلع اطلع قول عمي أنا ما بي لا حل ولا أربط. نعم. الحل والربط بيد الميليشيات. اطلع. ليش أنت تظل تاخذ رواتب وامتيازات ووزراء وحمايات وتكلف الشعب ما لا يطيق وأنت وزير داخلية؟ اطلع. اللي الشريف الشريف يقول انا ما اقدر اسوي شيء، يعترف الشعب العراقي ويطلع. حتى على مود نعرف احنا ما عندنا لا وزير دفاع ولا وزير داخليه ولا رئيس وزراء. من الشياط تحكم البلد؟ ونوبه وقعدوا على الحديده. يا عمي الله يخليك. نعم. واشكركم انا. انا اشكرك ابو محمد من بغداد، كان معنا محمد من الموصل. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا اقدم تحيه طيبه لكادر قناه الرافدين. يا اهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. طبعا عندنا هنا بالموصل يعني الحشي بالمدمرين العالم، يعني ياخذون مثل نقول لو ممنوع تجوال عندنا بالموصل، يعني ياخذون مثل نقول شلون ياخذون مثل يطلع شخص يعني تنقول عنده مسواق او فتشي ياخذون يعني يجي. نعم. ياخذون من عنده فلوس يعني مدمرين او شغل بالموصل ماكو، كل جراي ودمار. نعم. وهي هاي الحاله يعني، وشغل ماكو، ارجو من الحكومه العراقيه يعني يلقون شغل العراق وهيك. يعني الميليشيات هي اللي مسيطره. يعني الميليشيات هي مسيطره على الموصل، ونريد حكومه ونريد يعني بشكل عام تكاتف الحكومه العراقيه عليهم. نواب الموصل بشكل خاص وبشكل عام نواب محافظة نينوى، برأيك شنو دورهم؟ قدروا يقدمون شيء؟ نعم قدروا يقدمون شيء؟ احنا نرجو من النواب الموصل ولا الأعضاء الموصل، خلونا نقول احنا نريد نعدهم بلكت يعني يسوون حال، لان احنا ترى دمرنا بالموصل. نعم محمد. ايه فأرجو أن يعني توصلون صوتنا للحكومة العراقية، حركة ضعيفة كلش. أنا سنة إذا ما تلبس كمامة 50,000 يعني هاي غرامة وعمل ماكو. نعم. فنرجو يعني نرجو أنكم توصلون صوتنا للحكومة العراقية. الله يعينكم. الله يسلمك. فأخويا مثل ما قلت لك، يعني نفسي أنا حتى بالمخضر إذا يريد يفتح عادي، يجب الحشد عليه يأخذ قرامه من عنده في مالنا في مالنا. نعم. فنرجو أنكم توصلون صوتنا إلى الحكومة العراقية. نعم. أنا أشكرك أخي محمد من الموصل، كان معنا. قبل الفاصل نقرأ كم رسالة يقول أو تقول، ما ذكر اسمه. السلام عليكم. ديمقراطية ما بعد 2003 المزعومة هي للقتل والنهب فقط لا غير، ولن يتم استعادة الوطن إلا بالقوة. نعم. رسالة يقول السلام عليكم، أنا أبو عمر من الرمادي. أستاذ عمر أمانة تقرأ هذه الرسالة، نشكر كما يقول وزير الدفاع يلي سمى ولدنا دواعش، يلي يقول 80% داعش، هاي مو انت الجبوري يلي تقول هيك، من السنة المغيبين والمعتقلين، والله كلهم أبرياء كما يقول، خلي يتقي ربه ويشوف الأمهات والآباء والأطفال، والله أبرياء، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يا عالم أبرياء، خلي يشوف أمهات
الأمهات على شاشات التلفزيون على شاشات التلفاز يقبل أمه هيج تبكي على أخوته حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول أبو عمر من الرمادي. رسالة من الموصل من أبو حاتم يقول تحية لك أستاذ عمر وللجميع، يقول نحتاج إلى قضاء نزيه ومستقل بالقوانين والقرارات وجيش مستقل وقوي وخالي من الأحزاب والتحزب، والشرطة أيضا مستقلة وخالية من التحزب، ورئيس مستقل بعيد عن الأحزاب بحماية القانون والقضاء المستقل والجيش والشرطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. فقط أريد أن أنوه حول هذا الفيديو اللي اليوم طلعوا شباب البصرة في تظاهرات رفضا لاعتقال المتظاهرين وعلى رأسهم الناشط والمتظاهر جبار علي. طبعا تم اعتقاله وفق المادة 4 إرهاب، والمحافظ أسعد العيداني قال لك إنه القضاء أصدر هذه المذكرة بحق هذا الناشط. يعني إذا ناشط ومتظاهر سلمي يطلع بتظاهرات سلمية يتم اعتقاله وفق المادة 4 إرهاب، فكيف الباقين؟ مصيبة. معنا اتصال أبو مالك من أمريكا، تفضل أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أستاذ عمر ولكل الكادر. يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة لموضوع الحلقة حول العتاوات، نعم احنا سبق وان شرحنا هذا الموضوع بالحلقه السابقه. الميليشيات هي اللي تحكم بالعراق، ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه يطلع بايده ان يقدر يسيطر وينهي هاي التصرفات مال الميليشيات. نعم، لانه الرئيس الوزراء من يجي تهديد من قبل شخص ميليشياوي، نعم، وما يقدر يجيبه يدبه بالسجن او يحاكمه، هذا استدرجه من وراء استاذ عمر. نعم، وعندنا مثل بالعراق يقول لك اذا كان رب البيت بالدف ناقر فشمت اهل البيت الرخص والطرب. وبعدين اكو عندي كم سؤال استاذ عمر، انا حبيت ان اسالك اياه بالحلقه القادمه بس ما انفتح لي المجال. تفضل اذا تسمح لي. تفضل ابو مالك. تتذكر بال 2016 او 17 من طلعت المظاهرات في الانبار والحويجه نعم والموصل، بعدها مباشره ظهر داعش. نعم، بال 2019 بعد ما طلعت المظاهرات هاي الجديده ب 11 وشافوا زخم شباب يعني متحمس جدا، ايضا طلعت داعش. بعدين داعش انحصرت بالمناطق الغربية. لو كان اكو هيجي يعني نمط داعش او غير داعش كان ممكن يتحركون لغير محافظات، ليش انحصروا بالمحافظات الغربية؟ معناته هاي صنيعة إيرانية، يجيبوهم من سوريا ويجيبوهم من أفغانستان والباكستان وزدتهم على العراق، لانه من يشوفون الموضوع وصلت الى مرحله خطره يبوحون بهذا المجال بانه يا داعش ظهرت بالمناطق هاي. نعم. اثنين، المغيبين والنازحين هم اهل
النواب السنه من 2003 لحد الان هم بالحكومه ما قدروا يسوون شيء لاهلهم. لا قدروا يرجعون النازحين ولا قدروا يطلقون سراح المغيبين. فشنو وجودهم بالبرلمان حاليا؟ انا يعني هذا اللي اريد افهمه. شنو اللي خدموا اهلهم بيهم بعد ما انتخبوهم؟ اذا النازحين ما قدروا يرجعوهم الى مناطقهم. جاء اهلهم الغياب اللي هم بالسجون مضى عليهم سنين ما قدروا يطلعون واحد من عندهم. وجودهم بالبرلمان شنو استاذ عمر؟ نعم. ايش ليه يسوون بالبرلمان؟ مجرد ياخذوا رواتب يعني؟ هذا الواقع مع الاسف. أنا أشكرك أبو مالك من أمريكا كان معنا. سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا أخونا عمر، وبارك الله في المتصلين جميعا وفي أهل العراق الكبرى. الله يسلمك. أنا عندي نقطة، لو الشعب مع المتظاهرين وهذول الرؤساء المتظاهرين يدولون القضية، لابد من تدوير القضية. إذا استمر الوضع على ما هو هذه الميليشيات وهذا العصابات والله ما يتغير منهم أي شيء، بالعكس ما استلم الكاظمي زاد القمع وزاد، قلنا تباشرنا خير، قلنا يمكن إن شاء الله يتغير الوضع، لكن الوضع صار مأساوي أكثر. لذلك يعني لازم تدوير القضية مع المحامين في الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد من السعودية كان معنا. فاتن من ألمانيا تقول في رسالة على الواتساب، تقول مساء الخير قناة الرافدين المفضلة عند الشعب العراقي. تقول الحرامية فرغوا بنوك العراق، هسه يريدون يقطعون الرواتب. تتساءل وتقول وين مقتدى، وين برهم صالح، أشو مختفين؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد في الحكومة وشكرا. نعم. أبو زكريا يقول والله العظيم ماكو حكومة بالعراق لأن إيران تحكم. الله يحفظ العراق والشباب المتظاهر. نعم. معنا اتصال أم أحمد من الموصل، تفضلي. أم نعم. أحمد تفضلي. والله العظيم ابني خذوا كل شيء ما عنده، طالب مع المدرسة بصفحة خامس عني. ألو. نعم وياك. وخذوا كل شيء ما عنده، الحالي هاي صار سبعة أشهر يعني ما لا علي مواجهة لا علي شيء، وكل بري كل شيء ما عنده. شو وقت أخذه؟ انتقلوا من البيت. ها؟ شو وقت أخذه؟ خذوا بأربع أربعة شهر 11. شهر 11 2019. إيه. نعم. منو اللي أخذه؟ والله خذ يعني الحشد. الحشد أخذه. أي الحشد خذوه. وهسه وين هو مسجون؟ هسه بالفيصلية وماكو أي مواجهة عليه، لا مواجهة لا شيء، لا يعني فرد مرة، والفيصلية فرد مرة يعني حالة المساجين فرد مرة سيئة. نعم يعني. والله يعانون من الجرى ويعانون من الجوع، يعانون من الملابس، يعني حتى ملابس ما يعني ما يخلون أحد يطب عليهم. زين ما أحلوا القاضي؟ والله ما نعرف لحد الان، يعني اقول لك ما حد، حتى المحامي اذا نبذوا مسك محامي، المحامي يريد مبلغ كبير والمبلغ الكبير ما عنده منين يجيب. زين انت او زوجك او اخوك من راح وسال ما افتهم شنو التهمه، اجوا اعتقلوه حطوه بالسجن؟ ماكو، اني رحت، اني امه رحت، اي مستمسك ما ينطون يعني، بس الطب هناك يقولون انتم اربع ارهاب، ابنكم اربع ارهاب، كل شيء يعني، ولا تقولون كذا كلام، حتى ما عنده شيء يعني يسجلون قبل اربع ارهاب. ايش قد مواليده ابنك؟ موالي 99. 99. ايه، وصف خامس عندي. حتى بأيام الدواعش ومن ثم الدواعش وكان طالب مدرسة وما حتى من ما بطل. نعم. الله يعينكم، الله يفرج عن كل بريء. الله يعافيك، الله يفرج على الجميع إن شاء الله. آمين يا رب، آمين. أم أحمد بن الموصل كانت معنا. طبعا مثل ما أشرنا بأنه هناك على أساس مبادرة أو مفاوضات
بدعم من البرلمان والأمم المتحدة وأطراف سياسية مختلفة، يريد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة أن يفاتح أطراف سياسية وميليشيات مسلحة، وكما جاء وذكرنا بأنها مهمة غير سهلة. زين، مو أنت الميليشيات تحت أمرتك وأنت القائد العام للقوات المسلحة على أساس، فكيف تكون مهمة غير سهلة؟ وهذا دليل على أنه القرار لا ينفذ ولا يكون منفذ من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. طبعا المبادرة أو المفاوضات على أساس تهدف لإخلاء المدن التي تتواجد فيها تلك الميليشيات منذ سنوات وإعادة النازحين. هاي موضوع إعادة النازحين إلى هذه المناطق، طبعا معروف المناطق مثل على رأس جرف الصخر، مثل ما أشرنا بأنه حيدر العبادي تعهد ولم يفعل شيء، عادل عبد المهدي تعهد ولم يفعل شيء، مصطفى الكاظمي على أساس عنده مبادرة لإعادة النازحين. ما نعرف هاي شو وقت راح تبدأ المبادرة وش وقت راح تنتهي، وهل راح يقبلون الجماعة؟ ودائما احنا نتكلم ونقول بأن هناك مناطق لا يعود إليها النازحون إلا بموافقة إيرانية. طبعا مثل ما هو معروف كتائب حزب الله نجباء الخرساني العصائب بدر مدعومة من إيران هي من أبرز الميليشيات التي تسيطر على مناطق مثل جرف الصخر والفارسية وصناديج والعوجة وعزيز بلد والعوسات وذراع دجلة والصينية وعكاشات، بالإضافة إلى قرى الطوز وشمال شرق ديال وإبراهيم بن علي والضابطية ومجمع بيجي السكني ومناطق أخرى ما زال سكانها منذ سنوات في المخيمات. هذه الميليشيات تمنع عودتهم وسط اتهامات لهذه الميليشيات بالقيام بأعمال تغيير ديموغرافي لهذه المناطق. طبعا وفقا لمسؤول بمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي يعتزم بعد إكمال الكابينة الوزارية، هاش وقت تكتمل الكابينة الوزارية، التوجه نحو فتح ملف النازحين الممنوعين من العودة إلى مدنهم بسبب فصائل مسلحة تسيطر عليها بدعم من رئاسة البرلمان وبعثة الأمم المتحدة هذه المبادرة. أوضح المسؤول بأن رئيس الوزراء يمتلك معلومات ورؤية كاملة عن ملف النازحين من خلال رئاسته لجهاز المخابرات، لافتا إلى أن الكاظمي يسعى إلى التمهيد للمهمة عبر توافق سياسي واسع وتفاهم مع تلك الفصائل بإقناعها بمغادرة المدن وترك السكان يعودون إليها، خصوصا بأن عددهم كبير جدا ووضعهم غير إنساني في المخيمات. قائد العام للقوات المسلحة هنا بهذا الموضع ما يتفاهم أو يتفاوض، هنا يعطي أمر لأنه هو القائد العام للقوات المسلحة. طبعا مسؤول آخر في وزارة الداخلية أكد بأن تلك المعلومات، وقال بأن الفصائل المسلحة التي تسيطر على المدن المحررة المغلقة أمام أهلها جميعها منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، والأخيرة تعمل تحت قيادة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، ولهذا عودة النازحين ليست بالشيء المستحيل. إذا مو بالشيء المستحيل لعد رجعوهم، رجعوهم، خصوصا بأن الكاظمي ينوي جعل الملف الأمني لكل المدن العراقية بيد قوات الجيش والشرطة حصرا. وتحدث كذلك عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الخالق العزاوي، قال في مداخلة مع صحيفة العربي الجديد بأن العمل جاري على ملف النازحين والمغيبين أيضا، وتحقيق ذلك من قبل حكومة الكاظمي كان أحد شروطنا لتمرير الحكومة. كم حكومة مررتوا على أساس من النازحين والمغيبين من الأولويات ولم يتحقق شيء على الأرض؟ يعني احنا مو نريد موضوع بث، يعني فقط نبث اليأس ونقول ما راح يصير شيء، بس مع الأسف هو هذا الواقع، هذا الواقع اللي صاير بالعراق، أنه هناك تصريحات وهناك اجتماعات ولكن النتيجة على الأرض مختلفة جدا. العزاوي أوضح بأن آخر إحصائية لعدد المغيبين، هذه إحصائية مهمة، بأن آخر إحصائية لعدد المغيبين في عموم المدن الشمالية والغربية
بيّنت بأن عددهم بلغ أكثر من 60,000 شخص. دول 60,000 شخص وينهم؟ مع الحملة اللي أطلقها ناشطون وإعلاميون والهاشتاج موجود على شاشة الرافدين، دول 60,000 وينهم؟ يعني معقولة؟ أضاف بأن قسم منهم تم قتلهم ودفنوا بمقابر جماعية لم يكشف مكانها بعد، وهناك مقابر جماعية تم الإعلان عنها قبل أشهر قرب مدينة الفلوجة، مقبرتين أو ثلاثة، والجماعة تكتموا على الموضوع وعلى بعض السياسيين والتسريبات. يقول لك مو وقتها، حتى شنو مو وقتها؟ يعني هي مقبرة جماعية، جيب لجنة طبية تفحصهم. دولة منو دولة؟ عراقيين مو عراقيين، جايين من الفضاء، افحصهم وشوف. ويقول النائب العزاوي وقسم آخر نعتقد بأنهم ما زالوا في السجون السرية التابعة للميليشيات المسلحة. أضاف العزاوي بأن هناك جهات سياسية وجهات أخرى مسلحة ترفض عودة النازحين، علما بأن مناطقهم محررة منذ سنوات، لكن هناك أهدافا لمنع عودة الأهالي، ونحن نراقب تعامل حكومة الكاظمي في الأيام المقبلة مع هذا الملف الحساس، ولدينا ثقة بتنفيذ وعوده لنا كما قال. نعم، أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. يا هلا بك، حياك الله. أشكرك جدا أخي عمر. طبعا هذا الرئيس الجديد الكاظمي طبعا يعني يعمل بلا شك لمصلحة أسياده في طهران، فموضوع النازحين يعني موضوع طبعا هم لا يهمهم، يهمهم فقط يعني مثل ما قلنا سابقا مرارا وتكرارا، يهمهم تعذيب المناطق السنية، لأنهم هم ينتقمون من المناطق الغربية، فهو يعني حتى مع الأمريكان. لكن أنا أتوقع أن الأمريكان الآن بسبب انشغالهم في أمورهم الخاصة في أمريكا ومشاكلهم الخاصة ربما يسمح له أن يعذب الشعب العراقي مدة أكثر، ويعني بعدين يتفرغ له وله ولأسياده في طهران. فموضوع اللاجئين هو يعني رجل طائفي يعمل لأجندة مثل ما قلت أسيادي في طهران، لا يهمه اللاجئين ولا حتى الشعب العراقي، كل ما يهمه أن يخدم الأجندة الأمريكية والإيرانية. نعم، أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا. طبعا العزاوي وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قال بأن حكومة مصطفى الكاظمي ملزمة بتطبيق فقرة عودة النازحين المؤكد عليها في البرنامج الحكومي من خلال الحوار مع الجهات التي تمنع عودة الأهالي إلى مناطقهم أو فرض القانون عليها بأي شكل من الأشكال. يعني هو لا يفسر، يعني أنت اليوم المناطق مسيطر عليها صار لك سنوات، هاي يراد لها يعني صرف، يراد لها جهد، لا يفسر إلا بتغيير ديموغرافي. يعني أنت اليوم من أرجعت المدينة منذ السنوات، ليش ما يرجع أهلها؟ يعني قابل هي باسمك، باسم أبوك، ما معقولة، مو ملكك هي، ناس ترجع لبيوتها، ترجع لبيوتها، ما معقولة أنه أنت اليوم سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، جرف الصخر صار لها 6 سنوات. دائما نأكد إذا أحد مشتبه به، إذا أحد مسوي جريمة، إذا واحد إرهابي، أكو إذا خلوا القضاء مالتكم شوية نزيه، حتى شوية يتعدل الوضع، شوية يتعدل الوضع، يتحاكم محاكمة وخلص. شنو ذنبها الأطفال؟ شنو ذنبها كبار السن؟ شنو ذنب الطفل؟ شنو ذنبها الامرأة اللي بعدها بالمخيمات؟ فلا يفسر إلا بتغيير ديموغرافي، وهذا أكيد يعني حاشا لله، يعني ما راح يطول. إيش قد أنتوا يعني راح تبقى؟ راح تعبد؟ ما راح تعبد أبد، ما راح تعبد. معنا اتصال؟ ما سمعت. من واسط؟ أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. أكيد. أهلا وسهلا بك.
اللي استغرب حقيقه اليه انه العراقيين اجتمعوا مع الامريكان على مود نازحين داخل العراق. نعم. يعني الامريكان ايش راح يسوون لهم؟ يعني مثلا شنو راح يسوون؟ هل الامريكان مثلا راح يعطون للعراقيين اللي بالداخل مساعدات مثلا؟ لو مثلا ينطونهم بيوت ويشتروا لهم يعني مأوى يسكنونهم؟ انا استغرب من كلمه نازح داخل الوطن، يعني ايش قد صار لما انتهت حرب يعني حرب داعش؟ ايش قد صار لها؟ نعم. شنو سبب يعني عدم رجوعهم؟ أنا استغرب أنا من الدولة هذه اللي إذا تشربون على الناس وعلى أساس الكاظم الناس مستغرب خير، وأنا يعني إحنا يمكن قلناها قبل مناسبات أنه نفس الشيء، هو منين إجى أساس الكاظم؟ نعم ما إجى من برا، إجى من أبو علي. يعني مثل الواقع يشير أنه التغيير ديموغرافي ورقة بإيد إيران تستخدمها إيران، شوف تستخدمها مع دول إقليمية، مع الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع العقوبات، تستخدمها بالضغط على كتل سياسية. واضح الأمر، واضحة. مو أستاذ الكريم، هو الكاظمي، الكاظمي ياهو اللي جابه، غير جابت الأحزاب الموجودة اللي متنفذة بالدولة. زين هذه الأحزاب منو يديرها؟ يعني هل الأحزاب هذه يديرها أيادي عراقية لو أيادي إيرانية؟ وهذا اللي يعني عرفه إحنا، يعني موجودة. يعني هو اللي هناك شنو سبب عدم رجعتهم لحد الآن؟ ما رجعوا. نعم. نعم أبو علي. أبو علي، يبدو أن فقدنا اتصال مع أبو علي من واسط. عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس أكرم قال بأنه من بين التحديات الرئيسية التي تواجه الكاظمي هو إنهاء ملف النازحين، ضمان عودة كريمة لجميع هؤلاء إلى مناطقهم السكنية، وأشار إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي تمنع عودة الكثير من النازحين في مدن عراقية مختلفة، وعلى رأسها جرف الصخر والعوجة ويثرب وعزيز بلد والعواسات والعلم وغيرها، ولهذا على حكومة الكاظمي تحمل المسؤولية بشكل كامل لإرجاع النازحين لهذه المناطق، خصوصا بأن الحكومات المحلية أدت ما عليها بشأن هذا الملف، لكن هناك عراقيل ومشاكل بعضها سياسي وبعضها الآخر إثني وطائفي ومذهبي تمنع عودة النازحين لمناطقهم. نعم، إذا تحدثنا في هذه الحلقة حول تجدد ويأس الناس واستغاثتهم بسبب الأتاوات اللي دع تأخذ في السيطرات من قبل ميليشيات في الموصل، وكذلك تحدثنا عن أن هناك حديث ربما أنه مبادرة على أساس يقودها الكاظمي بدعم من البرلمان، رئاسة البرلمان والأمم المتحدة لإعادة النازحين. خلينا نشوف الأيام القادمة. ويقول لك ألا تشكل كامل الكابينة الوزارية حتى يرجعون، يعني ورقة مقابل ورقة، تصوت لي على هذا ممكن أبحث لك هذا الملف، ما تصوت لي ما أبحث هذا الملف. أمر واضح ما يحتاج أي تفسير. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.